طيب خلينا نشوف هلا هون بدنا نثبت انه الريل باور از اونلي ديليفرد باي ذا فيرست هارمونيك. يعني لما يكون عندي الكرنت اللي بروح من السورس لللو في هارمونيكس ديستورتد وفي هارمونيكس، الهارمونيك الوحيد اللي بوصل ريل باور من اللو من السورس لللو هو الفيرست هارمونيك اللي الفريكونسي تبعته مساوي للفريكونسي تبعت السورس. كل الهارمونيكس الثانيه ما بوصلوا باور لللو. اذا خلينا نفترض انه عندي الان سورس له فريكونسي معينه مثلا 50 هرتز، إذن هذا AC voltage source مثلاً 50 هرتز فرضاً، هذا جيت وصلته على لود بس هذا اللود ما بيقدر لود، وين هون عمال بمر هذا راح أسميه IS of T وهون عندي VS of T، هذا طبعاً AC source هون. هاي كرنت وهي فولتج، هاي النقطة اللي هي بتفصل اللود اللود عن السورس. وخليني افترض عشان ابسط هلا بس المعادلات، افترض انه هذا اللود ريزيستر، اذا هذا اللود ريزيستر راح يكون عندي الفولتج والفولتج والكرنت ان 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 خلينا نطلع هلا على الحالة، خليني افترض الحالة الأولى انه الكرنت الفريكونسي تبعت الكرنت، الكرنت هاز سيم فريكونسي، أول شيء بدي أثبت انه لما يكون له نفس الفريكونسي بوصل باور للود. اذا كانت هاز سيم فريكونسي از ذا فولتج سورس او از ذا فولتج، اذا هدول الاثنين لهم نفس الفريكونسي هلا راح احطهم في اس اوف تي في ماكس ساين اوميجا تي اي اس اوف تي اللي هو الكرنت يساوي اي ماكس ساين اوميجا تي. ايش معنى ايش هذول بيقولوا لي هون؟ الاوميجا هي الفريكونسي، ايش وحدتها؟ ريديانز بير سكند، بنصدعها بالهرتز بس على 2 باي. الفي ماكس عباره عن ايش؟ البيك تمام احسنت، والاي ماكس هي البيك تبعت هذا، ولو بدي اطلع الار ان اس تبعتهم شو بعمل؟ بقسم على جذر الاثنين، اذا في ماكس على جذر الاثنين هي الار ان اس تبع الفولتج، واي ماكس على جذر الاثنين هي الار ان اس تبع الكرنت. طيب لو بدي احسب انا الانستنتينيوس باور، الانستنتينيوس باور يعني ايش الافرج باور؟ الباور في كل لحظه من اللحظات ايش بدها تكون؟ هي عباره عن حاصل ضرب في 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 اي اس اوف تي، هذه بس الانستنتينيوس باور مش الباور اللي احنا بنحكي عنها الافرج، الافرج احنا الباور اللي بنحكي عنها هي الافرج اوفر 1 سايكل. اذا عندي الباور اللي احنا بنحكي عنها اللي وحدتها ايش؟ واتس بدها تساوي 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي، هذا تعريف الريل باور، يعني انا في سايكل واحده قديش الافرج باور اللي وصلتها؟ بي، هذا هو المفروض احطهم بي اوف ثيتا دي ثيتا، لانه هون عندي ليمتس هي بالثيتا من هون، اذا بي بدي اخذ بي اوف ثيتا دي اوف ثيتا واكملهم من 0 ل 2 باي واقسم على 2 باي، فكان عمالي بطلع الافرج باور، اذا طلعت 0 معناها في شيء باور، اذا طلعت بوزيتيف بكون في باور ريل باور ديليفر. طيب اذا في هلا بتساوي 1 على 2 باي من 0 ل 2 باي، طيب بي اوف ثيتا بتساوي او بي اوف تي بتساوي في اس اي اس مش هيك؟ في اس اي اس شو بتساوي؟ في ماكس ساين اوميجا تي في اي ماكس ساين اوميجا تي مضبوط؟ اذا راح يصير عندي هون في ماكس هذول كونستنت في ماكس اي ماكس كونستنت مش هيك؟ هلا بدال اوميجا تي راح احط ثيتا هون اذا غيرت الفاريبل، يعني بحصل انه اوميجا تي بتساوي ثيتا هون راح احط الفاريبل هون ثيتا، ساين ثيتا في ساين ثيتا شو بتصير؟ ساين سكوير ثيتا، مش هيك؟ ثيتا وهذا عندي كله. عفوا دكتور بس الزاوية ما بتكونش مختلفة بين في في طبعا الزاوية لو بدي انا بدي اخفف بس المعادلات هي الزاوية مختلفة وراح يطلع معي كوساين ثيتا في النهاية إذا حطيت زاوية إذا الزاوية بين في وآي كان في زاوية راح أحطهم ساين أوميجا تي بلس ثيتا أو ألفا أو فاي بدك إياها بس انا هون بس بدي اثبت الفكره انه لو كان ريزيستيف لود انا بدي اقارن حاله اللينير الفريكونسي 50 هرتز بالهارمونكس اما هي لو حطيت تكمل بس رح تعقد شوي المعادلات انا بدي ابسط الامور عشان بس اقارن الحالتين اللي بيهموني شو هم الحالتين اللي بيهموني؟ ال 50 هرتز مع 150 هرتز و 250 هرتز واضح؟ اذا خلينا ناخذ هلا هاي ساين سكوير شو بتساوي؟ لو اخذت كوساين اي بلس بي شو بتساوي؟ بتساوي كوساين اي كوساين بي ماينس ساين اي ساين بي حط اي بتساوي بي شو بتصير عندي هاي؟
بتصير كوساين 2a بتساوي كوساين سكوير a ماينس ساين سكوير a. كوساين سكوير بيساوي 1 ماينس ساين سكوير، بصير هاي 1 ماينس 2 ساين سكوير a بتساوي كوساين 2a. إذا ساين سكوير a شو بتساوي؟ 1 ماينس كوساين 2a على مضبوط؟ إذا محل ساين سكوير a شو بتخيله؟ هو اللي ساين سكوير هيدا ساين سكوير هيدا. إذا رح تصير بطلع في ماكس وآي ماكس برا، بتصير الأفريج باور بتساوي في ماكس اي ماكس على 2 باي وجو ماينس 0 2 باي. محل ساين سكوير رح احط 1 ماينس كوساين 2 ثيتا على 2 دي ثيتا. تكامل الواحد ايش بعطيني؟ ثيتا مش هيك؟ فبصير عندي هاي هون بتساوي الان ثيتا ماينس تكامل الكوساين ساين، بس لازم اقسم على 2. خلينا نطلع هاي 2 برا، 2 هاي رح اطلعها برا، رح تصير هذه على 4 باي. فبتصير عندي هون بي ماكس اي ماكس على 4 باي هاي بتساوي بي، وهون رح تصير عندي هون ساين 2 ثيتا على 2 0 2 باي. هلا هون ايش معلوم محل ثيتا اول مره؟ 2 باي 2 باي. وهون ساين 2 في 2 باي قديش ساين 4 باي؟ قديش ساين 2 باي؟ ساين 2 باي صفر. ساين 1 صفر. اذا ساين 4 باي لا انت ساين صفر صفر مش هيك؟ اذا هذا الجزء رح يختفي، بعدين ماينس محل الثيتا بحط زيرو وزيرو، فبضل شيء عندي هون غير ايش؟ اثنين باي. ثيتا بيجي بعوض محلها اثنين باي، وهون عندي في ماكس اي ماكس على 4 باي هاي بتساوي بي. اثنين باي بتشبط مع اثنين باي، ايش بضل عندي تحت؟ في ماكس اي ماكس على 2 اي ماكس على 2. ليش مقسومين على 2؟ قديش هي الباور لما يكون ريزستيف لود؟ باور فل شو يعني ايش؟ اي تمام، بس اذا عندي انا الفولتج والكرنت شو بتساوي الباور؟ اي في في، بس اي اي واي في؟ ار ام اس صح ار ام اس. قديش الار ام اس رح يكون؟ في ماكس على جذر الاثنين، في اي ماكس على جذر الاثنين. اذا هاي بدي اكمل في ماكس على جذر الاثنين واي ماكس على جذر الاثنين. مضبوط. مش جذر الاثنين في جذر الاثنين شو بعطيني؟ 2. في ماكس على جذر الاثنين شو بتعطيني؟ في ار اس. واي ماكس على جذر الاثنين صحيح مش هيك؟ طبعا هذا ريزستيف لود، انا اخذت حاله خاصه. اذا انت بدك تطورها بشكل اكثر شو بتحط؟ لو عندي جنرال كيس بس لينير بتحط هون ساين اوميجا تي بلس نص الشيء الزاويه اللي هي بينهم، رح يطلع معك هون هذا، في هذا في كوساين طبعا معنا كوساين مش هيك زي ما احنا بنعرفها، بس انا ما احتاجش هلا الزاويه، بس بدي افرج الفكره انه هل في عندي باور هاز بين ديليفر تو ذا لود؟ مش زيرو هاي مش هيك؟ اذا لما تكون الفريكونسي تبعت الكرنت نفس الفريكونسي تبعت الفولتج في ريل باور ديليفر تو ذا لود. اوكي؟ هلا الحاله اللي بنقارن فيها ايش؟ لما يكون عندي هذا هارمونيك هون المضاعفات رح اخذ اثنين في البدايه، يعني لو فرضت عندي الكرنت هون 100 هرتز. اذا خليني ارجع انا راح اعيد هاي راح اخلي هذول نفسهم لحد النقطه هاي خلينا instantaneous power نعم عند لحظة معينة هاي ما بتهمني، لأنه أنت instantaneous power مرات الباور بتكون positive مرات بتكون negative، بس أنا ما بهمني هذا، بهمني الأفرج تبعها على 2 باور الأفرج يعني أيوه لأنه instantaneous power رح يكون فيها منها يطلع من جزء منها reactive وجزء منها real. أوكي يعني أنت بتطلع على inductor لما أنت بتحط voltage AC voltage على inductor resistor مثلا، شو عمال بصير في الاندكتر؟ مش في باور عمالها بتروح للاندكتر في جزء من السايكل؟ صح. ومش برد بيرجع منها باور في جزء من السايكل؟ هاي النقاط المختلفة هي الانستنتينس باور، بس قديش النت باور اللي باخذها الاندكتر؟ لا قديش لازم يكون؟ الاندكتر ايش النت باور اللي لازم ياخذها الاندكتر؟ اللي بيستهلك الريل باور. الاندكتر بيستهلك ريل باور؟ لا نعم شو بيستهلك؟ ايش اسمه؟ رياكتيف باور. شو يعني رياكتيف باور؟ هي هون معناها، معناها هو بيسحب باور فتره من فترات وبخزنها عنده. جزء ثاني من السايكل شو بيعمل؟ برجعها. هذه معنى رياكتيف باور. الريزستر ما بيعمل هيك، شو بيعمل الريزستر؟ الباور اللي باخذها بحرقها بحولها لحراره. اذا هيك صارت ريل باور مش هيك؟ بس الاندكتر عمره ما بيستهلك باور، والكباستر نفس الشيء. بس نفس الشيء باخذ باور بخزنها بعدين برد برجعها، بخزنها برد برجعها، ولذلك سميناها رياكتيف باور. الريزستنس اللي بيحرق الباور.
ريزيستنس تمام. ولذلك انت لو اخذت اندكتر ورسمت الفولتج عبره والكرنت عبره وضربتهم في بعض راح تلاقي انه مرات بيكون بوزيتيف مرات نيجاتيف، بس الافرج تبعه قد ايش؟ زيرو زيرو. اضرب الفولتج في الاندكتر في الكرنت في الاندكتر راح تلاقي انه ضعف الفريكونسي بيكون الاندكتر مش عم باخذ باور هون مش عم برجع باور هون، وبرد باخذ باور هون وبرجع باور هون، الافرج تبعها قد ايش في النهايه؟ صفر زيرو. اوكي هذه هي الرياكتيف باور. اذا انا الانستنتينيوس باور ما بتساعدني، ما بتقول لي انه هو اخذ ولا ما اخذش، مين اللي بيقول لي انه اخذ باور نت؟ هاي البي هون بتقول لي انه نت على 2 باي واخذت 1 على 2 باي، يعني اخذت الافرج تبع، يعني الافرج تبع الانستنتينيوس باور على 1 سايكل هو الريل باور. ما بينفعنيش انه يكون في عندي بي تي مرات بيكون بوزيتيف ومرات نيجاتيف، وبالنهايه لما بطلع الافرج تبعه بيطلع زيرو. وهذا راح يطلع معنا هذا لما ناخذ توايس ذا فريكونسي او الهارموني. اوكي؟ ماشي في اسئله على هاي؟ شو بدكم الافرج؟